بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين. جمعة مباركة للجميع. إن شاء الله هاد السنة تدخل عليكم بالصحة والهنا إن شاء الله. إن شاء الله يروح علينا هاد الوباء ونوليو كيما زمان بكري، نعيشوا في سعادة وهناء وطاعة ربي للجميع إن شاء الله. نبداو على بركة الله في الوصفة تاع نهار اليوم. راكو تشوفوا فيها هي صابلي سنيوة تاع زمان زمان بكري. هاد صابلي فيه نص كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الماء، حبيبة تاع البيض، باكي تاع لاليفور، وعندنا مغرف تاع المارغارين ولا تاع الزبدة، وعندنا لافاني. وهنايا درت قريصة تاع الملح في الغيسيبيون تاعي. نكسر هاديك البيضة. ما تنساوناش لهنا بجيم لا فيديو، ابونيو للقناة هكذا باش نستمروا مع بعض والقناة تروح لبعيد. نزيد هذيك المغرف تاع الزبده ونزيد نص كاس هذاك تاع السكر ونبدا نخلط. ما كاش ما اسهل من هذا الصابلي تاع زمان بكري، عيطولو صابلي سنيوه. هاد الصابلي ساهل ماهل، دوقا راه نطورو فيه ولا يديرو فيه الشوكولا ولا يديرو فيه الكاكاو ولا يديرو فيه يعني حوايج بزاف. بصح الوصفه الاصليه هذه هي، هذا هو صابلي سنيوه تاع الزمان والطريقه كيفاش تخدمو. انا تقدري تخدمي باليد كيما تقدري تخدمي بالبيتران كيما تقدري تخدمي بالباتور كيما تحبي. لهنا بالفوي بالباتور ولا بيدك، زمان كانوا يخدموه بيديهم. بعد ما طلعت هذيك الزبده والسكر والبيض، زدت الزيت كيما شفتوني غير بالعقل برك، ونزيد الماء ثاني هكذايا على دفعات. الماء يكون من روبيني ديراكتومون بارد ماشي من الثلاجه. ومن بعد ان فوا طلعيه مليح مليح، لازم كي تحطي الزيت والماء تخلطيه لمده دقيقه باش يطلع لك هذاك الخليط مليح. ومن بعد زيدي لافاني، زيدي حتى شويه تاع الفارينه والباكي تاع لا ليفور هذاك. هنا صيري المكونات تاعك وصابلي سنيوه هذا. الا خدمتي بيدك راح تكملي بيدك، والا خدمتي كانوا يخدموا بكري تانيك بالملعقه هكذا برك، كمليه غير بالملعقه برك، ما تحطيش كامل يدك فيه. ساهل ماهل. وشنو هنايا لاستيس تاعو باش يجيكم مليح؟ لازم العجينه تاعكم تقعد طريه، ما لازمش لهنايا العجينه تاعكم تيبسوها. لا يبستوها راح يجيكم يابس، ديجا راهو فيه الماء راح يجيكم يابس. هكذا راكو تشوفوا لهنايا العجينه تاعو لازم تكون طريه. انا هنا بدلت المغرف، درت لي سباتول، ساعدتني بزاف باش نجبد هذوك الجوانب تاع الغيسيبيون ديالي. وراكو شفتوا القوام تاع الحلوه تاعي كيفاش تكون. شوفوا لهنا تكون طريه ما تلصقش في اليد، هكذا تنجحوا فيها 100%. ومن بعد احكموا هنايا السنيوه تاعكم، اي سنيوه عندكم سواء كانت مدوره ولا كاري هكذا ولا ريكتانغ ولا كيما تحبوا، وحطوا هذيك العجينه تاعكم وبداو ايطاليو فيها. انا لهنا درت بابي كويسون بكري، كانوا يرشوا يحطوا الزبده ويرشوها بالفارينه هذا ما كانوا يخدموا. وانا هنا درت بابي كويسون هكذا باش نتفادى صابلي تاعي ما ينسقليش. ومن بعد طرحيه هكذايا كامل في السنيوه تاعك. بعد ما تطاليه انا هنا مانيش حابه نحيلو الجوانب تاعو هادوك، حكمت لهنايا يعني كوبات وبديت لهنا نسقم في هادوك الجوانب باش ما يخرجوليش كيما نقولو مشد فين، سقمتهم وخلاص. هنا تقدري تانيك بمغرف ولا حاولي سقميهم، لا ما حبيتيش تنحيهم، لا حبيتي تنحيهم كي تكون سخونه نحي كامل لوتور تاعهم. هنا بعد ما سقمتهم في الوسط تقدري ديري اما نيلون وتخدمي ولا غير بلابون تاع لامان تاع كيما انا هكذا، تنحي برك هذوك شويه شويه هذوك لي تراس تاع صباعتك وخلاص. الفرن تاعك لهنايا قبل ما تديها للفرن عفوا احكمي موس وبداي علمي برك ماشي تقسمي، علمي كامل الحلوه تاعك لهنايا كيما كي حابه تقصيها، كي حبتها ريكتونغ حبتها كاري حبتها. بصح بكري كانوا يقطعوها هكذا يا كاري، انا عطيت لكم يعني الوصفه الاصليه كيما كانت مخدومه تماما. هكذا علمت في الطول ومن بعد نعاود نعلم في العرض باش نبين الحبيبات تاوعي. ومن بعد لهنايا واش ندير هاي ليك بعد ما علمتك وتشوفوا فيها، نجيب دوقا لهنايا بوشون اللي عندكم تاع سعيده تاع الزيت تاع اي حاجه، حطوه في الفارينه قبل ما تبداو تخدموا به، حطوه قبل في الفارينه هكذا باش ما يلصق لكمش. وبداو تحبوا تقبه شويه كبيره ديروا وبداو عرضوا هكذا كيما راكم تشوفوا فيا.
تحبوها يعني تقبا، ومن بعد راح تعرض وحدها كي نعاودوا لها ان دوزيام فوا راح تعرض وحدها. برك البوشون هذاك حطوه في الفارينه باش ما ينسقلكمش في لاباط لهنايا. نتقب كامل هذيك الحلوه بالظهر تاع البوشون تاعي، هاي ليك الفرن تاعي راهو شاعل على 180 درجه، نحطها طيب هنا في نص طياب. علاش قلت لكم تقبا راح تعرض تعرض ومن بعد في نص طياب عاودي تجبديها وزيدي حمي هذاك البوشون، وفوق هذوك الثقب راحين يتنفخوا، عاودوا نتوما حبطوهم كامل هكذايا وعاودوا رجعوه طيب. هاكو تشوفوا فيه لهنا وليك هاو بدا يصفر لي، وطياب تاعو راح يكون ذهبي هكذا كيما نقولوا. هاوليك هاي النتيجه الاخيره، شوفوا كيفاش يطيب، يكون لا كولور تاعو تروح للذهبي، مازمش تحمروه بزاف بزاف هاد الصابلي. كي يطيب ويكمل هو سخون، حكمي لهنايا واسمو سكر كلاصي ورشي عليه مليح هنايا. هاوليك رشي كامل سكر كلاصي على هذيك الحلوه تاعك، وفي الاخير كامل بعد ما ترشيه راح يشربها لهنايا، راح يشرب شويه راح يبقى لك شويه للزينه. تمتم عاودي احكمي الموس وقطعي قطعي حسب لا بارتي تاعك لهنايا تاع الحلوه. دوك لهنايا هادوك الثقب هما اللي يوريو لك وين كنتي معلمه، باسكو راح يروح لك كي ينتفخو كامل راح يروح لك كل حاجه هذاك التعلب. هادوك لي بارتي تاع الثقب تاعك هما اللي راح يوريو لك كيفاش تقطعي الحلوه تاعك. عفوا هنا بعد ما قطعتها حكمت شويه تاع واسمو مربى المشمش، هنا راهو جامد نحكمو غير بالمغرف، بركاين يسخنوه انا ما نسخنوش، نحكمو غير بالمغرف هكذايا، نقعد نخلط نخلط حتى يعاود يطلق، ومن بعد نعمر كامل هذوك الثقوب اللي راهم في الصابلي تاعي. على بها يعيطولو صابلي بسنيوه ساهل ماهل صدقوني اقتصادي. تمتم تخدموه عندك ما فيش يعني اكو شتو ما فيش كامل المكونات، تمتم تخدميه يجي طري يجي هشيش يجي ما شاء الله. وشنو طياب تاعو برك لازم يقعد دوغي، ما لازمش تحمروه بزاف هاد الصابلي باسكو فيه الماء يقدر يبسلكم. كانوا يخدموه للقهاوي بكري، كانوا يخدموه تاني لي بولونجي هكذايا، كانوا يخدموه في الاعراس، كانوا يقدموا به هكذايا الكازوز. راكو تشوفوا فيه لهنايا يخرج من اروع ما ياكل. هنا السمك يرجع ليكم، حبيتوه رقيق ديروا سنيوه كيما تاعي، حبيتوه خشين ديروا السنيوه تكون صغيره على تاعي راح تجيكم السمك خشين، وشوفوا النتيجه من اروع ما ياكل. وشنو لهنايا خليوه يريح شويه باش هذاك الكونفيتور يشد روحو. انا نقسمت وحده تمتم وراهي سخونه مازال دافيه، هذاك المربى مازال ما شدش مليح مليح، والنتيجه من اروع ما يكون. كانت هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.